بودكاست جحا سيعود إليكم بأجمل القصص الجديدة خلال شهر رمضان المبارك. إلى حينه ننشر لكم حلقات من الأرشيف قد تكون فاتتكم. أتمنى لكم حسن الاستماع، ولا تنسوا الاشتراك أينما تستمعون لنا كي يصلكم كل جديد. أنا سأحدثكم عن قصص جحا. لا لا، تسرحت يا شلهوب، أحتاج لأن أجمع أفكاري. أنا شلهوب، شلهوب حمار جحا. أتعرفون جحا؟ وحكيم الحمقى وأحمق الحكماء، قصصه لا تخلو من الذكاء والحكمة، وفي بعض الأحيان من الحماقة. فاستمعوا إلي لأروي لكم الحديث المحبوب عن جحا والصندوق. في يوم من الأيام، وبينما كان جحا يستريح تحت ظل نخلة بجانب شاطئ البحر، وكنت أنا أسترخي وأتناول بضع تمرات وجدتها أسفل النخلة، جرفت الأمواج صندوقا خشبيا قديما نحونا. نظرنا إليه أنا وجحا في عجب، ماذا تراه أن يكون؟ هل يكون صندوق الكنز؟ اقترب جحا من الصندوق والتقطه وحزه، فلاحظ أنه خفيف، وتبخرت جميع أحلامي بالثراء. فهذا الصندوق لا يحوي نقودا بالتأكيد. فتح جحا الصندوق فوجد قصاصة من الورق. اطلب ما تشاء يأتيك بلا عناء. ما هذا؟ من غريب الأطوار الذي يكتب الأشعار ويلقيها في البحار؟ يبدو أن عدوى الشعر قد أصابتني، وأصبحت أنا أيضا شاعرا. ما هذا الهراء؟ أتراه يفلح؟ أريد فاكهة. وهنا مر بجحا تاجر يحمل صناديق خشبية على ظهر حماره، فوقف قريبا من جحا. السلام عليكم يا أخ. وعليك السلام يا أخ، هل يمكن أن تدلني على طريق السوق من فضلك؟ ودل جحا الرجل على طريق السوق بالتفصيل، فشعر بالامتنان لصنيعه، وأخرج من أحد الصناديق ثمرة دراق وقدمها لجحا. شكرا شكرا لك يا سيد جحا. ومضى الرجل تاركا جحا في حيرة من أمره ودهشة لا تصدق، من أمر عجيب. فلقد تمنى لتوه ثمرة من الفاكهة، وها قد جاءته ثمرة دراق. ثم التهم جحا الدراقة بعد أن أعطاني جزءا منها، وعدنا سويا إلى المنزل. وهناك استقبلتنا كريمة بابتسامتها المعهودة. ها قد عدتما، لقد حضرت لك يا جحا حساء الفطر البري. واقتربت كريمة مني وربتت على رأسي. وأنت يا شلهوب، أعشابك الطازجة بانتظارك في الحظيرة. وفجأة تحولت الابتسامة على وجه جحا إلى ملامح غريبة، فقد اصفر وجهه وارتفعت حرارته، حتى لاحظت كريمة ما حدث معه. ما بك يا جحا؟ لا أعلم يا كريمة، يبدو أن معدتي تأثرت من الدراقة التي أكلتها. دراق؟ أنسيت أنك تعاني من حساسية الدراق يا زوجي الجائع؟ لقد نسيت، فقد كان بالي مشغولا بأمر آخر تماما. وبما كان بالك مشغولا؟ بهذا الصندوق. وهنا أخرج جحا الصندوق المخبأ في كيس قماشي فوق سرجي، فنظرت إليه كريمة مطولا وسألت: وما في هذا الصندوق يا جحا؟ لقد جرفه الموج إلى الشاطئ فالتقطته يا كريمة، ووجدت فيه رسالة تقول: أطلب ما تشاء يأتيك بلا عناء. لقد ظننت أن الأمر مجرد دعابة، حتى تمنيت الحصول على فاكهة،
فمر بي تاجر يبحث عن طريق السوق، وحين أرشدته أهداني ثمرة دراق. ابتسمت كريمة ابتسامة ساخرة وأمالت رأسها قليلا وكأنها تقلب كلام جحا في دماغها. وهل تصدق أن هذا الصندوق حقق أمنيتك يا زوجي العزيز؟ وما تفسيرك إذن يا كريمة؟ إنها مصادفة يا زوجي العزيز، وعليك ألا تحملها أكثر مما تحتمل. والآن تعال نأكل، ومن ثم عليك بقيلولة تزيل عنك التعب. لست جائعا يا كريمة، أفضل أن أذهب للاستحمام ومن ثم أن أخذ قسطا من الراحة. وبعد الاستحمام دخل جحا ليستريح في غرفته، وتمدد على سريره وبدأ يفكر في الصندوق العجيب وإمكانية تحقيقه للأمنيات. هل فعلا ما حدث صدفة؟ هل يمكن أن ينال ما يشاء بهذه السهولة؟ أتمنى أن يحط على نافذتي طائر. وفعلا بعد دقائق قليلة هبط طائر صغير على نافذة غرفة جحا، ثم سرعان ما عاود الطيران. نهض جحا في مكانه محتفلا واحتضن الصندوق، وخرج من غرفته ليحدث كريمة عما حدث، فوجدها تنادي بقرب الحمام. جحا جحا! وحين اقترب جحا من الحمام وجد منشفة صغيرة أصابتها شعلة نار صغيرة فأطفأها، ونظرت إليه كريمة. كيف تركت سخان المياه مشتعلا يا جحا؟ لقد أصابت سخونته المنشفة فاشتعلت. تورد وجه جحا حرجا وشعر بالذنب لسهوه. المعذرة يا عزيزتي، يبدو أنني كنت مشغول البال ونسيت إطفاء السخان. إن خطأ كهذا قد يتسبب بكارثة يا جحا، عليك أن تكون أكثر انتباها في المرة القادمة، ودع عنك الأوهام. لا تقلقي يا كريمة، سأكون أكثر حذرا في المرة القادمة. وبدا جحا شارد الذهن مجددا وكأنه لم يكد يتسبب في مصيبة. خرج إلى حديقة المنزل وأخذ يفكر في كل ما حدث معه، وكيف أن الصندوق قد حقق فعلا أمنيتين من أمانيه، فهل يحقق الثالثة؟ وبينما هو يسقي النباتات دق باب المنزل ليقاطع شرود جحا، فهرع ليفتح الباب فإذا هو التاجر نعمان. مرحبا يا صديقي جحا. أهلا بصديقي العزيز نعمان. افتقدتك اليوم في السوق، فقد وعدتني أن تمر إلى محلي لتتفقد البضائع وترى ما يعجبك منها. تذكر جحا أنه نسي أمر التاجر نعمان تماما وانشغل بالصندوق عن المرور بالسوق. المعذرة يا صديقي، لقد انشغلت ببعض الأمور ونسيت موعدنا. ما رأيك أن أراها في يوم آخر؟ غدا مثلا؟ المعذرة يا جحا، فحين لم تأتي في موعدك ظننتك لم تعد مهتما بشراء البضاعة فبعتها لتاجر آخر. شعر جحا بالضيق، فقد حدث كريمة بالأمس عن رغبته في شراء هذه البضاعة، وها قد ضيعها من بين يديه لانشغاله بالصندوق. وعاد إلى حديقة المنزل الخارجية، وهنا لا، ليس مجددا. أتمنى أن أجد شيئا ثمينا. يبدو أن جحا أصبح مهووسا بهذا الصندوق، بل إنه لم يفكر أن يتمنى شيئا لي. لا بأس. دخل أدهم إلى المنزل حاملا كرته الزجاجية. لقد عد. توجه أدهم نحو حديقة المنزل، وهناك أراد أن يدفن كرته الزجاجية بالحفرة التي صنعها لها، وبينما هو يفعل ذلك صاح بأعلى صوت. انظروا ماذا وجدت. ماذا وجدت يا أدهم؟ قرط ذهبي داخل حديقة منزلنا، لابد أنه كنز. ربما يكون لوالدتك. ليس لوالدتي يا أبي، فأنا أعرف أقراط أمي جيدا. ازدادت ملامح الحيرة على وجه جحا وأمال رأسه قليلا، فهل يفكر فيما أفكر فيه؟ أهذا هو الشيء الثمين الذي تمنى جحا أن يجده؟
ارتسمت علامة السعادة على وجه جحا، فهرع إلى غرفته وحمل الصندوق وأخذ يغني: اطلب ما تشاء يأتك بلا عنا. سمعت كريمة صوت جحا وهو سعيد ضروب، فدخلت إلى الغرفة لتتفقده. ماذا دهاك يا جحا؟ يبدو أن الصندوق يحقق الأمنيات يا كريمة، يبدو أن الأمر حقيقي. وكيف يعقل هذا يا جحا؟ كنت أسقي المزروعات في حديقة منزلنا، ثم تمنيت أن أجد شيئا ثمينا، فوجد أدهم قرطا في الحديقة. إنها مصادفات يا جحا، لا تتعامل مع هذه الدعابة على أنها الحقيقة. لقد تكرر الأمر 3 مرات يا كريمة، لا يمكن أن يكون صدفة. وفجأة قطع حوارهما صوت سقوط شيء ما في الخارج، فخرجا إلى حديقة المنزل وإذا أدهم على الأرض. ماذا حدث يا أدهم؟ هل أنت بخير؟ آخ، لقد تزحلقت ببقعة من مياه السقاية فالتوى كاحلي. آخ يا قدمي. نظرت كريمة إلى جحا نظرة تأنيب، فقد أصبحت تعرف ما الذي شغل جحا عن الانتباه لتسرب المياه عند السقاية. حمل جحا أدهم ووضعه على أريكة في غرفة المعيشة، وهناك وضعت كريمة قطع الثلج على قدمه، ثم دق باب المنزل، فإذا هي الجارة شهناز. مرحبا يا جاري جحا. أهلا بجارتنا شهناز. أخال أن ابني قد رمى بإحدى فردتي قرطي فوق سور حديقتكم، فقد افتقدت واحدة واكتشفت أنه كان يلعب بها. ثم أخرجت شهناز الفردة التي تملكها، فاكتشف جحا أنها تطابق تلك التي وجدها أدهم، فأعطاها للجارة وعاد إلى غرفة المعيشة حائرا، ونظر إلى أدهم وكريم قائلا: كيف لكل هذه الأشياء أن تحدث؟ إنها المصادفات يا جحا، لقد تمنيت أشياء عامة يمكن أن تحدث في أي لحظة وليست مرهونة بهذا الصندوق. ففي مدينتنا مئات تجار الفواكه، والعصافير اعتادت أن تحط على شباك غرفتنا، كما أنك تمنيت أن تجد شيئا ثمينا فوجده أدهم. وها قد عادت الجارة لأخذه، فقد رمى ابنها فردة الحلق في حديقتنا وهو يلعب. أرأيت يا جحا؟ إنها مصادفات فحسب. أطرق جحا رأسه وقد شعر بالخجل وقال: لقد انشغلت بالأوهام عن الانتباه لما يحدث في الواقع، فكدت أحرق المنزل وضيعت تجارة رابحة وتسببت بالتواء كاحل أدهم دون قصد. لا عليك يا أبي، فألم كاحل قد زال. المهم أن تعرف أن هذا الصندوق لا فائدة منه يا زوجي. بل هناك فائدة يا كريمة، فقد قررت أن أخصصه للقمامة، فهي الشيء الوحيد الذي يأتي بلا عناء. كم تمتعني القصص التي تنتهي بتعلم جحا درسا، فهكذا تعلم الأحمق الحكيم ألا ينشغل عن العمل بالأوهام، فلا خيال أهم من المهام. يبدو أني أصبت بعدوى الشعر مرة أخرى. حسناً، سأنهي القصة بمقطع شعري من أحدث دواوين الحميرية. تعلم الأحمق الحكيم ألا ينشغل عن العمل بالأوهام، فلا خيال أهم من المهام، ولا إنجاز في الحياة يتحقق بالحظ والخزعبلات، بل باليقظة والماذا؟ كيف سأجد كلمة تتناغم مع خزعبلات؟